المواهب الشابة دايما دايما بتوصل وبتلاقي طريقها، وخاصة لما بيبقى الصوت حقيقي والصوت بيبقى جميل. النهاردة يسعدني ان يكون مشرفني في الاستوديو مطرب شاب، ولكن وانتوا اللي هتحكموا نفسكم، صوته مختلف عن كل الاصوات اللي موجودة في الساحة الفنية. يسعدني ان يكون معايا النهاردة في البرنامج عبد الرحمن الجرحي. أهلا نهارك بيك، سعيد يا عبد نهارك الرحمن. سعيد. طبعا في البداية اي شخص بيبقى عنده موهبه بيحتاج الناس اللي وراه بتدعمه او اللي بتشجعه. انت مظبوط مين الناس اللي انت بتدين ليهم بالفضل اللي دعموك وشجعوك؟ والله. الناس اللي انا فعلا بدين ليهم في الفضل ناس كانوا شغالين معايا، ما كناش المفروض ان احنا صحاب، وربنا كرمنا وقعنا في سكة بعض، وكان في واحد بيكتب لي كلمات وواحد بيلحن لي، واحنا كنا زمايل في الجامعة يعني. بس فعملتوا فريق عمل فني انتوا مع بعضه. بره الجامعة يعني، ما كانش ليه علاقة بالجامعة يعني، كنا بنتقابل بره وكنا بنشتغل على هذا الأساس. وبعدين فجأة قررت ان انت تحترف. مش فجأة والله، هو أنا في منتج كلمني اسمه محمد حسن، اتصل بيا من حوالي 7 8 شهور، ورحت سجلت عنده في الاستوديو كفر بصوتي أغنية لتامر عاشور يعني، ايوه والمفروض إن أنا إن شاء الله بإذن الله في شهر 1 هنزل حاجات كلماتي وألحاني أنا أو الناس اللي معايا إن شاء الله بإذن الله في اغنية شهر سنجل بقى، سنجل، أغنيتين إن شاء الله اغنيتين سنجل. إن شاء الله. هل انت بتغني من وانت صغير، ولا مثلا كنت بتغني ومش متأكد قوي ان انت فعلا لا صوتك لا لا كويس؟ لا، انا كنت يعني كان ناس كتير بتقولي ان انا صوتي كويس من وانا صغير، بس الموضوع ما كانش في دماغي، وجيت فترة اشتغلت في الموضوع بعد كده وقفت لمدة حوالي 4 سنين يعني. كنت فاكر ان هو اصل الطريق ده طويل ومالكش فيه سكة ومش هتعرف تخش فيه وكده، ولا كنت ويمكن مركز اكتر في دراستك؟ كنت مركز في شغلي وفي دراستي، دول كانوا عندي اهم من مشوار الغنى يعني. ما بس كنتش حاسس ان هو ممكن يبقى قريب زي ما انت شايفه لا دلوقتي. والله انا كنت شايف شغلي اهم، بس وده شيء كويس، لان في ناس كتير جدا بيسيبوا كل حياتهم او بيوقفوها على اساس ان الموهبه بتاعتهم هي دي اللي يعني، بس ان انت مظبوط تمشي الحاجتين مع بعض ده شيء كويس جدا. مظبوط مظبوط. طيب انا عايزه طبعا يعني اتكلم معاك اكتر، ولكن اعتقد ان الساده المشاهدين متشوقين ان هم برضو يسمعوا صوتك. مفيش مشكلة، سمعنا ايه؟ ممكن اغني بعت لرامي صبري. ماشي. اوكي. بعدت وقلت مش فارق نكمل ولا نتفارق، هتمشي الدنيا من غيرك وعادي هعيش، واديني بموت من اللهفة، يا ريتني ما قلت لك ننسى، وبحلم لو تكون فاكر وما نسيتنيش. عذابي عذاب لأنا بشوفك ولا احنا صحاب، ولا عمري عملت حساب للي انا فيه، حاولت انساك ومش قادر كمان انساك، ولو ايامنا مش وحشاك هقولك ايه. الله. ربنا يخليك. هل في لون معين انت بتحب تغنيه، ولا انت بالنسبه لك كل الاغاني هي كل الالوان متاحه، بس انا ميال للجزء بتاع الاغاني الحزينه شويه. بتحب الاغاني اللي هي فيها شجن اكتر؟ وبتلاقي صعوبة في ان انت تلاقي كلمات بتناسب الحالة مثلا المود ده؟ لا خالص، لان انا اوريدي بكتب كلمات وبكتب قصص قصيره، فالامر بالنسبه لي حاضر يعني. ودايما انا لما بكتب عن حاجه او بيتكتب لي عن حاجه بكتب عن حدث حصل لي يعني. تبقى تجربة انت عشتها عشان تبقى حقيقية اكتر. رأيك ايه في اللي بيتقدم دلوقتي على الساحة الفنية؟ يعني في اغاني طبعا حلوة، ولكن في اغاني كتير جدا فجأة بنلاقيها فرقعت وعملت بروباجندا عالية جدا وهي هو مش الامر على كله، نفس المستوى. الامر كله بيبقى متوقف على الانتاج. المنتج اللي بيصرف على شغله مهما كان الشغل الكواليتي بتاعته قليله بيوصل. بس انا شايف دلوقتي ان الامر اتعكس عن ال3 4 سنين اللي فاتوا، ان فعلا في حاجات كويسه جدا بتتقدم الفتره دي، بقت في منافسه اكتر من الاول. وفي ناس، اصل في ناس خلاص بقوا في حته تانية من زمان، بالظبط. لكن دلوقتي في ناس كتير كويسين جدا 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 موجودين، وناس فعلا يستحقوا ان هم يبقوا يعني لازم يتسمعوا، لان هم بيقدموا ماتيريال كويسه جدا.
هل خدت ورش، دخلت معهد الموسيقى، دربت صوتك، لا قعدت مع خالص ناس؟ خالص، انا في كلية هندسة. ده انا باشمهندس يعني. يعني ماليش في القصص دي خالص، هي جت معايا كده ومشيت معاك. ومشيت الى حد ما. بس ايه علاقة الهندسة بالمزيكا؟ انا اكتشفت ان في ناس كتير جدا دخلوا هندسة وبعد ما خدوا الشهادة لقيتهم بيتجهوا للتلحين او للغنى، او يعني حاسة ان في علاقة ما بين الهندسة والمزيكا يعني. هو الموضوع بيبقى مرتبط بالشفت كارير، ان انت مثلا ممكن تبقى حياتك 5 6 سنين وقبلهم مثلا في الدراسه بتاعت الثانويه العامه مفيش الشيء اللي انت تخرج فيه حاجتك. طبعا. فالمزيكا دي احلى حاجه في الدنيا، فناس كتير جدا اللي عندهم الموهبه بيبتدوا يتجهوا للقصه دي. شاركت في حفلات او مهرجانات؟ لا خالص، كانت في لسه يعني في حفله بس في الجامعه كده حضرتها وشكرا على كده. حضرتها بس ما يعني ما لا 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 غنيتش لا فيها. لا لا ما غنيتش فيها. لا خايف من الهيبه بتاعت المسرح؟ لا خالص خالص. حاسس ان انت جاهز ليها. جدا. طب ما تسمعنا بقى حاجه تانية. حاضر. ممكن اقول حاجه كلماتي انا؟ يا ريت. حاضر. حبيته من قلبي وحلمت يبقى معايا، قلت اروح اقول له قال لي انت مش جوايا، وحلفت اعيش بحبه واشوف حياتي جنبه، وفي يوم اكيد يا قلبي هيعيش حياته جنبي. واعمل ايه، بحبه نفسي اقولها له في كل كلامي، وعيش جوه احلامي وجوه كياني، ويبعد عنه ده نهائي يعيش احزاني. يا فرحة قلب ما تمت بحب كبير، وكسرت قلبي من جوه بجرح كبير، وراحت طايرة في هواها بدون مشاوير، ولو مش ليا أنا قادر أعيش من تاني، وأدور علي يستاهل بجد حناني، وعيش له العمر واكتب له كمان في اغاني. الله، ما فكرتش ان انت تكتب اغاني وتبيعها لمطربين اخرين على في الساحة؟ الفترة دي بيساعدني فيها محمد رحال، ده كان مغني في طبعا. روتانا ميشن 2، وهو بيساعدني في المشوار ده كويس جدا جدا جدا، يعني قعدني مع كذا منتج ومع كذا مغني من اللي طالعين جداد، وبعرض كلماتي عليهم الفترة دي، وان شاء الله باذن الله انا هعمل شغل مع محمد رحال نفسه ان شاء لا الله. بس كويس ان انت بتخبط على كل الابواب، انه في ناس بتبقى متشبثه ان هو لا انا هغني بس او انا هلحن بس، بس انت يعني انا حاسه انه ما دام عندك الموهبه عادي جدا ان انت ممكن توزع كلماتك على مطربين تانيين. لان القصص دي هي اللي ممكن توصلك ان انت تغني. طبعا. رامي جمال كان بادئ ملحن وبقى مغني، محمد صح. حماقي كان بادئ ملحن وبعدين وبقى ما ده مغني. يغني. بس مين اكتر المطربين اللي انت بتحس انهم قريبين من اللون بتاعك؟ تامر عاشور. تامر عاشور اكتر واحد. تامر عاشور واحمد سعد مثلا شويه، بس احمد سعد الطبقه بتاعته بصراحه علشان كمان احمد رائعه. سعد شعبي برضو سنه يعني، هو او الطبقه بتاعته مساعدان هو يبقى في اللون ده. بس كده. يعني ده مش معناه ان هو ما بيغنيش اغاني لا بيغني كل يعني. حاجه، طبعا. بيغني كل حاجه. ولكن بطريقته وبلونه. طيب ما تسمعنا حاجه تانية. حاجة تانية. حاضر. ممكن نقول ايه، نقول حاجة لتامر عاشور. يلا نسمع حاجة لتامر عاشور. حاضر. تامر عاشور ماشي. ما كملناش هي اختارت كده، قالت لي هو انا كان غلطة لما ابتدى،
لقيتني ساعتها وحداني، بخاف لو قلت وحشاني، عيني تحن من تاني للحب ده، وانا مفيش حد غيرها ملاني جراح، انا بعاتب صورها ساعات علشان ارتاح، واسألها سؤال احساسنا زمان فين راح، وفين راحت وعدنا واحلى كلام، وايه بس استفدنا طلعنا بايه وبكام، معقوله خلاص عشنا لنا يومين وسلام. عبد الرحمن الجارحي، موهبة شابة على طريقها السريع، إن شاء الله نورتني النهاردة وبشكرك جدا، ربنا يخليك يا رب، بتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله تنزل سنجل يكسر الدنيا إن شاء الله بإذن الله. بشكرك جدا، متشكر جدا يا فندم، هنطلع لفاصل ونرجع تاني نستكمل بقية فقرات.